أعزائي المتعلمين، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أرحب بكم مرة أخرى في حصة جديدة من حصص المراجعة الموجهة إلى تلاميذ السنة الثانية بكالوريا للآداب ولمسلكي الآداب والعلوم الإنسانية. ونستهلها أعزائي المتعلمين بتحديد إشكاليات موضوع برنامج مادة التاريخ. تنفع على بركة الله. بالنسبة للإشكالية الناظمة أو الإشكالية المركزية لموضوع برنامج التاريخ فهي كالآتي: ما التحولات الكبرى التي عرفها العالم من الحرب العالمية الأولى إلى مطلع القرن 21؟ وتنقسم هذه الإشكالية المركزية إلى إشكاليتين محوريتين. بالنسبة للمجزوءة الأولى فالسؤال الإشكالي المحوري هو: ما التحولات الكبرى للعالم في فترة ما بين الحربين، أي ما بين 1919 إلى غاية 1939؟ هذا السؤال الإشكالي المحوري ينقسم إلى سؤالين إشكاليين فرعيين. الأول: ما طبيعة الأزمات التي عرفها العالم الرأسمالي وكيف سار أو اتجه إلى الحرب العالمية الثانية؟ والسؤال الثاني أعزائي: كيف تعرض العالم الإسلامي للسيطرة الإمبريالية؟ بالنسبة للمجزوءة الثانية فسؤالها المحوري فهو كالآتي: ما التحولات الكبرى في العالم منذ الحرب العالمية الثانية إلى مطلع القرن 21؟ وينقسم إلى سؤالين إشكاليين فرعيين. الأول: بماذا تميزت العلاقات الدولية بعد الحرب العالمية الثانية؟ والسؤال الثاني: كيف واجهت الحركات الاستقلالية الاحتلال الأجنبي في كل من المغرب الكبير والمشرق العربي؟ بعد ذلك نمر إلى هذه الخطاطة التي تبرز لنا توزيع المعارف التاريخية وفقا للتقسيم السابق أو التأطير الإشكالي السابق. إذن فالتأطير الإشكالي السابق يرتبط بمجموعة من المعارف التاريخية وهي كالآتي: إذن هناك مجزوءتان، ضمن المجزوءة الأولى فموضوعها التحولات الكبرى في العالم خلال فترة ما بين الحربين، وتنقسم إلى محورين اثنين. المحور الأول: أزمات العالم الرأسمالي والاتجاه نحو الحرب العالمية الثانية، وينقسم إلى الوحدات الآتية. إذا لدينا التقديم العام لموضوع البرنامج، وطبعا سنحدد فيه الإطار الزمني ما بين القرن العشرين ومطلع القرن 21، ثم الإطار المكاني أي المجال العالمي في إطار تفاعلاته، وسنحدده بالتدقيق في التقديم إن شاء الله. بالنسبة للوحدة الثانية: العالم غداة الحرب العالمية الأولى، ثم بعد ذلك الثورة الروسية وأزمة الديمقراطية الليبرالية، أزمة العالم الرأسمالي الكبرى لسنة 1929، وأخيرا الحرب العالمية الثانية ما بين 1939 و1945. بالنسبة أعزائي للمحور الثاني فموضوعه العالم الإسلامي في مواجهة الهيمنة الاستعمارية. فهذا الموضوع يرتبط بموضوعات وبوحدات موضوعاتية: الأولى المغرب تحت نظام الحماية، ثم بعد ذلك المغرب الاستغلال الاستعماري في عهد الحماية، ثامنا سقوط الإمبراطورية العثمانية وتوغل الاستعمار بالمشرق العربي، وأخيرا القضية الفلسطينية. بالمقابل أعزائي المتعلمين فالمجزوءة الثانية موضوعها التحولات الكبرى في العالم منذ الحرب العالمية الثانية إلى مطلع القرن 21، وتنقسم بدورها إلى محورين. المحور الأول موضوعه العلاقات الدولية بعد الحرب العالمية الثانية من القطبية الثنائية إلى القطبية الواحدة، ويرتبط بالمعارف أو الموضوعات الآتية: نظام القطبية الثنائية والحرب الباردة، ثم تصفية الاستعمار وبروز العالم الثالث، وأخيرا النظام العالمي الجديد والقطبية الواحدة. في حين أن المحور الثاني موضوعه كفاح المغرب الكبير والمشرق العربي من أجل الاستقلال وبناء الدولة الحديثة. موضوعاته أو مضامينه فهي كالآتي: المغرب الكفاح من أجل الاستقلال واستكمال الوحدة الترابية، ثم الحركات الاستقلالية بالجزائر وتونس وليبيا. إذا المغرب، الجزائر، تونس وليبيا يشكل ما يسمى في هذا المحور بدول المغرب الكبير وكفاحها من أجل تحقيق الاستقلال، ثم بعد ذلك الانتقال للحركات الاستقلالية بالمشرق العربي، وكذا القضية الفلسطينية والصراع العربي الإسرائيلي. إذن هكذا أعزائي المتعلمين نكون قد أنهينا هذه الحصة الأولى التمهيدية
أشكركم على حسن تتبعكم وانتباهكم، وألقاكم في حصة قادمة بحول الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.